كنا كنتمناو بالنسبه للدفاع ديال بوهجرين يبدا المرافعه ديالو في الموضوع، فاذا به عاوتاني رجع لديك الاسطوانه ديالو الاولانيه وتقدم بواحد ثلاثه الملتمسات ما عندهم حتى شي اساس. الاولاني طلب باش السي توفيق بوهجرين يدار خبره، لان يدعي انه كيتعرض لمعامله قاسيه ولا انسانيه ويستند فيها على اتفاقيه الامم المتحده، وبانه اداره السجن والمحاميين تيعذبوا بوهجرين وخصو يتعرض على طبيب نفساني يشوف واش عنده القدره على التتبع ديال هذه المحاكمه او لا. والملتمس الثاني هو تيطلب نقول من المحكمه بان كاين ماشي مختصه وهذا الملف يرجع لعند قاضي التحقيق، على اعتبار انه هذا الملف هذا فيه واحد القضيه ديال واحد السيده امراه حامل، وبما انها امراه حامل والعقوبه تصل الى 30 عام ياك، هاد القضيه خصها يكون تدوز عند التحقيق. اذا حصلت عندهم القناعه باقتراف الموكل ديالهم بعد الافعال اللي هي اقل من 20 سنه. والملتمس الثاني هما كيتهمسوا فيه الفصل ديال القضايا المرتبطه بالجناح عن الجنايات، وهذا الدفع غير قانوني وغير سليم على اعتبار ان هذه غرفه الجنايات عند الولايه العامه تتنظر في كل القضايا.